حلاقيك هنا كمان. اهلا بيير، يلا اطلب لك كاس وحط همك على همي. يبقى اكيد بلغك اللي عملته سوناتا. بلغني يا سيدي، لكن هعمل ايه؟ عارف انها عنيده. استثمارات سينا بقت مفتوحه لكل اللي يخش كهان. ايوه يا سيدي، فندقين ومنتجعات سياحيه، واحنا ما خدناش حاجه ولا اي حاجه. وانت هتسيب الموضوع كده كهان؟ مش هتعمل اي حاجه، انا مش شايفك بتعمل اي حاجه كهان. يعني هعمل ايه؟ دي ست ماشيه زي السيف. يعني ايه الست دي ملهاش اي غلطه نمسكها عليها كهان؟ انا من يوم ما طردتنا من مكتبها وانا بدور على الغلطه دي مش لاقي غير اشاعات. اشاعات؟ اشاعات زي ايه كمان؟ بيقولوا انها زمان اول ما هاجرت اسرائيل كانت على علاقه بضابط من جيش الدفاع، لكنه تخلى عنها وسابها حامل منه. سوناتا ما اتجوزتش قبل كده وملهاش اطفال خالص كمان. الاشاعات بقى بتقول ان هي تخلت عن طفلتها عشان طموحاتها السياسيه. شرف حفل السنات الاخيره بنت هاير. يبقى هو ده الموضوع اللي بندور عليك. في ايه يا عمرو يا ابني؟ قلت لي عاوزك ضروري، سبت اللي في ايدي وجيت، ومن ساعه ما قعدنا وانت عمال تلف وتدور وما قلتش حاجه. الحقيقه مش عارف اقول لك ازاي. يعني هو الموضوع صعب قوي للدرجه دي؟ الحقيقة أيوة. خير يا عمرو يا ابني؟ بابا حضرتك ما ندمتش على دخول الجيش بعد اللي حصل؟ اطلاق. يعني لو الزمن رجع لورا هعمل نفس اللي عملته وادخل الجيش وحارب كل من يمس رملة من ارض مصر. يعني لو مصر احتاجت لك هفديها بروحي ودمي. مصر يا عمرو يا ابني لما تنادي لازم نلبي الندى مهما كان الثمن. مهما كان الثمن. ريحتني قوي يا بابا. طب مش هتقول كنت عايزني فين؟ كل خير يا بابا، كل خير. يا فؤاد انت لسه؟ ده ايه الدراسه المستفيضه اللي بتعملها على الصوتيه دي؟ مش قادر اشيل الفكره دي من دماغي ابدا يا اخي. عملية ممتازة جدا، كأنها مترتبة رباني. طب يعني أنت ناوي تفتح أمر؟ هقول له إيه؟ سيب بيتك وخطيبتك ومستقبلك وتعالى نزرعك في إسرائيل ويا عالم هترجع منها ولا لأ؟ لو وطني هيقبل. مش ضروري يا حسن، كلنا وطنيين ومستعدين نحارب عشان مصر. بس مش كلنا مستعدين نخوض تجربة زي دي. التجربة دي محتاجة حد يروح لها. مش تقنعه بيها. سارة. فندم. مين؟ دلوقتي؟ لا خليه يتفضل. هقابله هنا في مكتبي. مش هتصدق مين طالب يقابلني دلوقتي. عمرو. تصدق؟ الظاهرة فؤاد إن إحنا بنكمل رباني برضه. أنا هسيبك تقابله وبعدين بحكي لي بالتفصيل اللي حصل بينكم. ده أكيد. اتفضل. اهلا يا عمرو، اتفضل. انا اسف ان انا جيت في وقت متاخر كده، بس انا كنت عايز سيادتك في حاجه ضروريه. خير؟ سيادتك عارف ان انا اتعينت معيد في الكليه وكمان ماسك فريق الناشئين في الفروسيه في النادي.
ايوه عارف. انا فكرت كويس طبعا وقررت ان انا اسيب كل ده وادخل الجيش. خدت راي والدك؟ الحقيقه لسه فؤاد بيه، يعني في حاجات عايز اتاكد منها جوايا. انا مش حاسبها بانفعالاتي وعواطفي ومشي ورا مشاعري، يعني حاسبها بالعقل وحاسبها كويس، بس في جوايا طاقه كبيره، طاقه اكبر من ان انا اشتغل في وظيفه معيد او مدرب فريق ناشئين. الطاقه هي اللي خلتني اندم ان انا ما دخلتش كليه الحربيه زي ما كان والدي يتمنى. يعني انت عايز تعوض اللي فات وتدخل الجيش؟ مش لاقي وسيله تانية. عموما دخول الجيش ده امر سهل جدا وبسيط، اجراء طبيعي ما دمت اتخرجت وليك اخ اصغر منك. انا هقدم في كليه الضباط الاحتياط. طيب انا اساعدك في ايه؟ ده معارف والدك بسم الله ما شاء الله كتير ويتمنوا يخدموه، وزي ما قلت لك دخول الجيش مش محتاج واسطه. سيادتك انا مش عايز واسطه لدخول كليه الضباط الاحتياط، انا عايز واسطه عشان بعد ما اتخرج من الكليه اتوزع في المكان اللي انا عايزه. ده يتوقف على المكان اللي انت عايزه. الجبهه. وليه الجبهه بالذات يا عم؟ عايز اوجه الاسرائيليين، عايز اتعامل معاهم. يعني عايز تنتقم لعمك؟ عايز اخد طار مصر كلها. متسرعش يا عمي، روح وفكر كويس، ويا ريت تاخد رأي والدك قبل ما تقدم على خطوة زي دي. صدقني يا فؤاد بيه انت مش انفعال طارق، انا فكرت كويس قوي ومفيش اي حاجه في الدنيا هترجعني عن اللي انا فكرت فيها. مهما كانت التضحيات؟ مهما كانت. يعني ممكن تتخلى عن وظيفه بيحلم بيها اي شاب، وعن خطيبتك وعن دورك كمدرب للناشئين؟ مفيش معنى لكل ده والبلد مهزومه. انا لما قررت كنت مفكر في عيلتي ووظيفتي ووالدي وعمي وخطيبتي، ولقيت ان شعور الهزيمه ده طول ما هو موجود جوايا مش قادر ابقى عمرو اللي هم عرفوه وحبوه. انما لما واجه العدو وحاربه وانتصر عليه. عارف يا عمرو، والدك في يوم من الايام كان القائد بتاعي، كنا مبهورين بوطنيته وبشجاعته، كنا لما نتعب او نتخاذل كان دايما يقول لنا كلمه واحده مش قادر انساها لحد دلوقتي، كان دايما يقول لنا مصر، كل شيء يهون عشان مصر. ما هو لسه بيقولها لنا. تسمعها لنا على طول؟ بيتهيألي إن عمره ما بطل يقولها، ولا عمرنا بطلنا نسمعها. تسمعها بس ولا آمنت بيها؟ آمنت بيها من شعر راسي لصوابع رجلي. إيمانك ده قد إيه؟ مش فاهم. يعني إيه حدود اللي أنت مستعد تعمله عشان مصر؟ من غير أي حدود. أنا اخترت الجبهة لأن هي أبعد مكان ممكن أروحه، ولأن هي أقل مسافة تفصلني عن إسرائيل. أنا لو بإيدي يا فندم ممكن أروح أرمي نفسي في وسط إسرائيل. حتى لو كان التمن ده حبك واستقرارك ومستقبلك. مصر هي حبي واستقراري ومستقبلي. فكر كويس يا عمرو. فكرت كويس يا فندم، مفيش حاجة هتخليني أرجع اللي أنا فكرت فيه. طب إيه رأيك يا عمرو لو قلت لك إن مصر محتاجة لك لمكان أبعد من الجبهة؟ محدش يقدر يحول الهزيمة لنصر إلا لو عرف الأخطاء وصلحها، والناس المسؤولين عن الأخطاء دي لازم يتحاسبوا. ومين بقى اللي يحاسبهم؟ الناس اللي قبلت تشيل مسؤولية المرحلة الجاية. ما هو مش معقول يخططوا لإعادة بناء جيش والأخطاء هي هي. وهنروح بعيد ليه؟ ما النادي مليان أخطاء، ولا حد بيصلحها ولا بيحاسب المسؤولين عليها. الانتخابات الجاية كل حاجة هتتغير. إزاي بقى؟ أنا هرشح نفسي للانتخابات. والله يا مها أنا خايف عليك، كلامك كتير وكله بره الخط الاحمر. دي بقى اول حاجه لازم تتغير، لازم نتعود نتكلم من غير ما نخاف ولا نبص ورانا. بيقول الكلام ده للامن اللي كل يوم والتاني يسال عنك وعن لوحتك. الحقيقه انا بستغرب منك قوي يا مها، اللي يشوفك وانت حاميه قوي كده ما يشوفكيش وانت زي القطه الرقيقه مع خطيبك. دي بقى مالكيش دعوه بيها. يا ريتنا كنا جبنا سيره مليون جنيه. يجوا ايه مليون جنيه جنب عمرو؟ أكيد حاجة مهمة قوي. حاجة إيه؟ دي شغلك عني كده.
يعني انت عمرك ما انشغلت عني؟ لا طبعا. الكلام اللي انت بتقوله ده ليه؟ لا علشان يا سيدي انا عبيطة وبحبك. خلاص ارتحت؟ طب نفترض اقدم لك حد اغنى مني. في ايه يا عمر؟ عايز بس اعرف. انا يا سيدي بحبك. الحب ده مش مخليني اشوف اي حد تاني غيرك واضحي بكل حاجة علشان خاطر انا اللي كسبانة في الاخر. انت ببساطة عرفت تعبري عن انا مش عارف اقول ايه. انت لو كنت بتحبني زي ما انا ما بحبك كنت قدرت تعبر احسن مني كمان. مش مخليني اشوف اي حد تاني غيرك واضحي بكل حاجة علشان خاطر ابقى انا اللي كسبانة في الاخر. مصر يا عمرو يا ابني لما تنادي لازم نلبي الندى. مهما كان الثمن. مهما كان الثمن. ما قالش حاجة يا مها وده اللي هيجنني. بيشوفني في الطلعة وفي النزلة وما بيفتحش بقه بكلمة واحدة. أنا حاسة إن الراجل ده هو ومعلمه مرقدني على مصيبة. مصيبة كبيرة قوي. دول عايزين يبوظوا أعصابك. وبعدين بقى في المشكلة دي؟ ولا مشكلة ولا حاجة. اعملي بس اللي احنا اتفقنا عليه وساعتها هتديهم درس عمرهم ما هينسوه. مش قادرة يا مها، مش قادرة. لازم تقدري يا عز. الحتة كلها عارفة إن متولي وصبيه دول ناس قلالات الأدب وما عندهمش دم ولا أخلاق، ولو حفني يجي يكلمك بكلمة صوتي وصرخي وقولي له في وشه إن هو كده. ساعتها محدش هيصدق. يا ريت يا مها، انا ما بنامش من يومها. طب ما بدل الغلب ده خلي عصام يجي يخطبك وخلاص. عصام هو انا لاقياه؟ ده بقاله مده ما بيتصلش بيا. انا خايفه قوي يا مها. من ايه؟ عصام كان المفروض يكلم عمرو وانا مش عارفه اذا كان كلمه ولا لا، وعمرو بقاله مده كده متغير ومش طبيعي وعلى طول سرحان. انا برضو واخده بالي من كده. انا خايفه يكون عصام كلم عمرو وعمرو زعل واخد موقف مني. لا طبعا ما اعتقدش. عمرو مخه اكبر من كده. ايوه بس ده رجع وما عادش يتكلم معايا خالص زي عوايده.
ولا اتكلم معاي. الو، ايوه النادي. النادي خير اللي امك على خير، يمكن عمرو بيطلبنا. بس ده عمرو ما عملها. ايه عمرو؟ مالي يا عمرو؟ قريت الجرايد النهارده؟ سوناتة أرجوكي تقعدي علشان نتفاهم بعقل. عقل؟ هي عاد فيها عقل؟ إزاي الصحفي الواقع ده يكتب عني أنا الكلام ده؟ أنا رئيسة اللجنة الاقتصادية في الكنيست. وكتب عنك أنت وبس، كتب عنك وعني وعن بنتي الوحيدة. وهتسكت له؟ المفروض أعمل له إيه؟ توقفه عند حده. بقى أنا كنت على علاقة بيك في شبابي، وهايدي هي ثمرة حبنا؟ إشاعات سوناتة. صحفي ذات نفسه قال ان دي اشاعات. افرض الناس صدقت الاشاعات دي، انا موقفي يبقى ايه؟ طب وانا موقفي يبقى ايه؟ بنتي طول عمرها بتسالني فين امي؟ ليه مالها الصوره متعلقه في البيت؟ لما تقرا اشاعه زي دي هيكون موقفها ايه؟ خلاص، يبقى مش لازم نسكت على اللي حصل ده. بالعكس، لازم نسكت على اللي حصل ده علشان يدبل يموت والناس تنساه، انما لو اتكلمنا ده هيعمق الاشاعه. أنا واثقة إن اللي ورا الإشاعة دي حتى عاوز يدمر سمعتي. أنا أعرف مين اللي ورا الإشاعة دي وهربيه. أنا معتمدة على كده. طول ما أنا موجود يا سوناتا ما تقلقيش. أنا عارفة. ليلة توف. ليلة توف جنرال. ست ممنوع. انا لازم اشوف ابني واطمن عليه دلوقتي. بقى تبلغونا ان هو مصاب وبعدين تمنعونا ان احنا نشوفه. انا لازم اشوف ابني، لازم. ميعاد الزيارة عدى، يبقى عدي بكره الصبح ان شاء الله. صبح ايه؟ ومين ده اللي هيجيله نوم الصبح؟ انا لازم اشوف ابني دلوقتي، انت فاهم ولا لا؟ ممنوع يا ست. يعني ايه ممنوع؟ يعني ممنوع، التعليمات اللي عندي كده. بس انا لازم اشوف عمرو. حبيبتي يا بنتي. يا ابني الله لا يشيك، دي حالة إنسانية، دي أم وعايزة تطمن على ابنها. طب وأنا في إيدي إيه يا أستاذ؟ دي أوامر. ماله مال؟ مش عارفة يا طلبة، مش عاوزين يدخلونا. يعني إيه مش عايزين؟ الأوامر كده يا أستاذ. أنا مش أستاذ، أنا اللي هو محمد طلبة. روح اندالي لماتش الأمن بسرعة. أمرك يا فندم. اطمني يا ست كريمة، اطمني يا ست اللواء، إن شاء الله خير. هما بس لو يخلونا نشوفه. معلش، ده مستشفى واحنا في حالة حرب، ودي أمور حساسة. حساسة إيه بس يا ست اللواء؟ الله، شاب متصاب وأمه عايزة تطمن عليه، فين بس الحساسية في الموضوع ده؟ والنبي يا عمي خليني أشوف عمرو. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا بنتي، ربنا يعمل اللي فيه الخير. عمرو، الحمد لله على سلامتك يا ابني. بابا، جيت إزاي دلوقتي؟ إزاي؟ مفيش حاجة في الدنيا تمنعني ان اشوفك واطمن عليك. ربنا يخليك ليا. خير؟ ايه اللي جرالك يا ابني؟ وقعت على السلم. على السلم؟ معقولة؟ تخيل، مقعش مع الحصانة دي كلها واجي في الاخر اقع على السلم تكسر رجلي. كل شيء نصيب يا ابني، المهم انك بخير. الحمد لله. ايوه الحمد لله. بابا، اصلي ازاي وانا كده؟ براسك وعينيك يا ابني. في الصلاه بالذات ربنا سبحانه وتعالى يسرها في كل الاحوال. مساء الخير، ازيك دلوقتي يا بطل؟ الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. ايه الاخبار؟ مفيش وجع؟ مفيش سخونيه؟ مفيش رعشه؟ لا يا دكتور، مفيش حاجه خالص الحمد لله. طب كويس جدا. الممرضه هتجيلك بعد ربع ساعه، هتدي لك حقنة تانية مسكنة هتخليك تنام وترتاح لبكرة الصبح إن شاء الله. أهو ده عيبه بقى يا دكتور، الحقن هنا كتير جدا. معلش، ده في الأول بس. لو سمحت يا دكتور، لحظة، هي الحالة إيه بالظبط؟ كسر في رجله اليمين، بسيط مش مضاعف، الحمد لله جت سليمة إلى حد ما. إلى حد ما؟
ليه؟ الواقع فيه مشكلة. مشكلة؟ يا لهوي، الكلام اللي انت بتقوله ده يا طلبة. ايوه، الكسر في منطقة صعبة، لما يلحم مش هيسيب أثر في مشيته، لكن مش هيقدر يستحمل اللي كان بيستحمله زمان. قصدك يعني؟ ايوه، الإصابة ضيعت لياقته ومش هيقدر يدرب الناشئين. يا حبيبي يا ابني، وهو عارف؟ ازاي بس يا كريمة؟ ازاي اقول له حاجة زي دي وهو في الظروف دي؟ ازاي؟ حسرتي عليك يا ضنايا. خلاص يا كريمة، النصيب. يا حسرت قلبي. لا حسرة ولا حاجة، ده نصيبنا وقدرنا ومحدش يقدر يهرب منه. طب تعالى تعالى نروح نصلي ركعتين لله، يمكن ربنا يرحمنا من اللي جاي. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. هو أنا عندكم بتوجع قوي يا نسا. معلش المرة جاية نخفف تاني. ازيك دلوقتي يا عمر؟ زي الفل. الجبس تقيل على رجلي شويه والحقن بتوجع، بس يعني كل يوم. طيب لسه شفت حاجه؟ دي بقى لازمه ان كان ده يحصل بالليل وناس تتمرمط عشان تيجي تشوفني، طالما رجليا سليمه والعمليه كلها تمثيل في تمثيل. كان لازمته كبيره قوي قوي يا عمر. اشمعنى؟ اولا الدكتور اللي كشف على رجلك السليمه وجبسها وكتب تقرير رسمي ان رجلك مكسوره، وارفق بالتقرير صوره الاشعه اللي بتبين الكسر ده، كان نبطشيت بالليل. ثانيا الليل سترة زي ما بيقولوا، يعني الحركة محدودة والدكاترة قليلين، يعني الموضوع كان لازم يتم في أضيق الحدود. العملية محسوبة قوي كده؟ تعرف إيه هي الهجمة المرتدة يا عمر؟ طبعا، لما يبقى الهجوم غلط في الملعب فالفريق المنافس ياخد منك الكورة ويستغل غلطتك ويجيب فيه جون. بالظبط، هو ده نفس اللي ممكن يحصل لو ما حسبناش كل حاجة بمنتهى الدقة. يعني لو سيبنا ورانا ثغرة حتى لو صغيرة وقع عليها العدو وهو بينبش ورانا، ممكن يهجم علينا ويلعب لعبة مرتدة ويجيب فينا جول. عشان كده لازم كل حاجة تبقى محسوبة بمنتهى الدقة ومحسوبة بالثانية. بس بابا كان صعبان عليا قوي لما الدكتور قال له ان انا فقدت لياقتي، هو طول عمره كان نفسه يشوفني حاجة كبيرة وبتخدم مصر، مش كده؟ فعلا يا عمرو بتخدم مصر خدمة كبيرة قوي. بس هو ما يعرفش. مسيره يعرف. سرحت في ايه؟ ولا حاجة. مها مش كده؟ اسمع يا عمرو، انت صحيح بتعمل كل ده عشان مصر، لكن في النهاية مصر ما بتطلبش من ولادها غير اللي يقدروا عليه. وعلى كل الأحوال أنا عارف وواثق إنك راجل من ظهر الراجل. لو عايز تتراجع أنا. لا. لا. طيب عموما أنا هسيبك ترتاح وتفكر بهدوء. بكرة إن شاء الله هعدي عليك بالليل. تصبح على خير. فؤاد بيه. نعم. أنا هقعد هنا قد إيه؟ هتقعد 21 يوم. 21 يوم؟ ما هو باستثناء الدكتور اللي جبس رجلك وكتب تقرير رسمي، انت بالنسبة للمستشفى مريض رجله مكسورة، ودي الفترة اللي بتقعدها في المستشفى بشكل طبيعي. طب والحقن؟ تصبح على خير. على فكرة عمرو الفترة دي مش هتقضيها كده، انت هتتدرب فيها كويس قوي. اتدرب هنا؟ على ايه؟ طب والله هو سؤال وجيه فعلا يا فؤاد. طب هيتضرب عليه هناك؟ الصبر يا حسن، لازم يتعود ان مفيش حاجه بالسهل، مفيش نجاح من غير تعب ومجهود. والله عموما عمرو رياضي ومتعود على كده، يعني مش بالقدر الكافي. طب قول لي، هو تقبل موضوع رجله واستوعبه؟ هو ما ناقشنيش، زي ما يكون عارف القاعده، المعرفه بقدر الحاجه. بس انا شرحت له كل حاجه عشان ما بقاش حيران لا دلوقتي ولا في المستقبل.
طيب استوعب يعني؟ فورا يا حسن. انا شرحت له ان تدريبه الفريق الناشئين هيخليه معروف ومشهور في دنيا الرياضه، يعني هيقابل مدربين من فرق تانيه وصحافه واعلام. ساعتها هيبقى صعب ان احنا نخدع بيه مجتمع اليهود في اسكندريه، خصوصا بعد ما تقلص عددهم ومعظمهم هاجر لاسرائيل. مش عارف يا فؤاد، انا حاسس ان العمليه دي هتبقى صعبه جدا. انت بتقعد هنا زينا ولا جاي تدور عليا كالعادة؟ اصلا بيتهيأ لي ساعات ان ما عندكش شغلانة غير. اهلا. ما قلتنيش يعني. هادي ممكن تسيبيني لوحدي الليلة دي؟ ليه؟ من غير ليه؟ لا جد بقى. ابدا متضايقة شوية. اكيد بسبب الجنرال. اصلا انا ملاحظة انه يعني بيتقل عليك شوية مش كده؟ باباك راجل عامل مسؤولياته كتير. شغله اهم حاجة عنده هيدي. وانت دراعه اليمين مش كده؟ هيدي عشان خاطر سيبيني لوحدي بالليل. براحتك. ازيك؟ قريت لك كده في الجرايد؟ قريتيه انتي؟ ضحكت عليه قوي. ضحكتي؟ اكيد. اشاعات سخيفه من ناس فاضيه ما عندهاش مخ. فعلا؟ مين ممكن يصدق سخافات زي دي؟ ثم ان بابا مش قلقان، ما هو لو كان قلقان كان زمانه بعدك تدور على المعلومات ما كنتش هلاقيك هنا. صح؟ صح. عموما انا هسيبك في حالك، اما تبقى تطلع من حاله الكابه دي ابقى تعالى ارقص معايا. اوكي؟ اوكي. فاطمه بنتي يا فاطمه. صباح الخير يا خالت. خير؟ هاجرنا منين الخير؟ ايه اللي مصحيتي بدري كده؟ مش عادتك يعني؟ انا عادتي ما بتتغيرش يا خالتي، لا صحيت بدري ولا حاجه. انا لسه ما نمتش اصلا. امال فين فاطمه؟ وهو انا ما شبهش يا خالتي؟ ما ينفعش بدلها يعني؟ قلت لك 100 مره انا مش خالتك ولا حتى اقرب لك. مين قال كده؟ ده احنا كلنا دم واحد، يعني قرايب. اخوك يعقوب هو اللي قال الكلام المقبقب ده. فين فاطمه؟ جوه بتعمل الشاي. شاي؟ بتعمل الشاي؟ بتعمل الشاي بتاعنا اللي في المطبخ؟ لا يا خالتي ما تخافيش، ده انا جايباه معايا. قولي كده بقى، اصل الشاي بتاع اللي في المطبخ مركون بقاله مده وزمانه عفن. يمكن برضو الشاي يا خالتي استر. الله، طب ما انت خالتها هي كمان اهو. بنتي يا فاطمه، الشاي ده اللي جايباه رشيل؟ ايوه يا خالتي. طب ما عملتيش كوبايه لنفسك ليه؟ معلش يا خالتي، اصلي ما نمتش طول الليل ومش متعوده على كده خالص. ما نمتش طول الليل؟ كنا بنحكي انا ورشيل. نعم يا روح امك، بتحكوا طول الليل ونور الصلاه مولع. سجل يا تاريخ، اكتب يا زمن، ريا وسكينه سهرانين طول الليل وسامل النور مولع. قلتم جاتكم نيله. بنتي يا فاطمه، انت اختي مال شكلك نايمان كده ليه؟ انت مش واخده على السهر خالص. اقولك على حاجه، خشي نامي انت وانا هاخد بالي من خالتي استر. حكم. والله يا عندك حق يا رشيل، انا مش قادره اقف. طب يلا يلا تصبحي على خير وانتي من اهل. مطرح ما يسري يمري. يا عصام مالك النهارده؟ شفت الحظ؟ هو ده اللي شاغل بالك؟ بعد ما خلاص اتشجعت وقلت له الموضوع تنكسر رجله وما اعرفش رد فعله. نصيب يا اخي. عمرو زعل مني عادي. مش عارفك انه زعل. ما رجعش بعد ما راح للمدرب. اكيد مش عايز يواجهني. واضح انك ما تعرفش عمرو كويس. عمرو ما عندوش حاجه اسمها ما يقدرش يواجهك. طب وانا هواجهه ازاي دلوقتي؟ بسيطه، نروح للمستشفى ونزوره وهناك هنعرف رد فعله بالظبط. تفتكر كده؟ عندك حل تاني؟ لا. الف حمد لله على السلام. قدر ولطف. الحمد لله. والله دي عين وصابتك. لا دي مش عين، دي شقاوه، عشان طول عمره عمل فيها طرزان، جت واقعه من على السلم كسرت رجله. يستاهل عشان يحرم. يحرم ده ايه؟ مش عيب تقول لاخوك كده؟ طول عمرها لسانها متبر منها. كده يا ماما؟ ماشي، بس لما نرجع البيت.
بقول لك ايه يا ماما وانت كمان يا طنط، انا سمعت انهم بيعملوا هنا شاي يجنن، ما تيجوا عزمكم على اتنين شاي في البوفيه. بقى ده كلام برضو يا عزه، عايزاني انا وماما نقعد في البوفيه. هو احنا جايين نقعد مع اخوكي ولا نقعد في البوفيه بتاعك ده؟ يا ماما بقول لك ايه، لو مصممه تعزميني على الشاي روحي هاتيه هنا. طب ويبقى ايه لازمته بقى؟ انا يا اختي لا عاوزه اشرب شاي ولا عايزه اسيب اخوكي لحظه واحده. بس بابا وانكل شاهين قالوا ان هما مستنينا في البوفيه. بجد؟ طبعا، وانا هكذب يعني؟ طب ما يلا يا ستي سميه، يلا يا ستي كريمه، يلا يا مه. لا لا ما هتبقى تحصلنا. بتهيألي نروح نجرب الشاي في البوفيه. يمكن يطلع حلو زي ما بيقولوا. يلا 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 يا اختي. تردلك في الافراح، والافراح قريبه. الحمد لله على سلامتك، وحشتني قوي. انت كمان وحشتيني قوي، هتوحشيني اكتر. هوحشك اكتر. هو انت ناوي تروح فين؟ هو انا اقدر اروح فين يعني؟ اقدر اروح فين من هناك الحلوه دي؟ انا قلقانه عليك. ليه؟ مش عارفه، بس حاسه انك مخبي عليا حاجه. وانا اقدر اخبي حاجه في الحاله اللي انا فيها دي؟ بس قلبي حاسس انك مخبي، وقلبي عمره ما يكد، خصوصا معاك. قلبك ده انا بموت فيه. طب ريحه بقى وما تعذبوش. اعذبه؟ ده انا عايش علشان اساعده. ربنا يخليك ليا. بحبك. ده ايه الغلاسه دي؟ الحمد لله على سلامتك يا استاذ عمرو. ده تقرير صفط ولا ايه؟ يظهر يعود ده شخصية صعبة أوي. شخص حذر جدا وخطواته محسوبة بدقة. وقته بيقضيه كله في وكالة موريس في المنشية. بعد الظهر بيقعد في بيته يعني القهوة، وأحيانا بيروح سان ستيفن. طب جايز ما وراهوش حاجة؟ ما هو مش كونه يهودي بقى بالضرورة جاسوس. معظم اليهود اللي فاضلين في مصر في حاله. لازم نحسم الموضوع ده يا حسن قبل عمرو ما يقابل استر. انا ما عنديش استعداد للمجازفه. اطمن يا فؤاد، اطمن. انا هكلف انور ومجموعته كمان، وهعمل شبكه مراقبه ومتابعه حوالين يعقوب ده لحد ما اعرف ايه اللي وراه. يا ريت يا حسن يا ريت. اطمن، ما تقلقش يا فؤاد. قول لي اخبار عمرو ايه؟ قبل المهمه اول ما عرف ان مصر محتاجه له، ولما سالته اذا كان يحب يعرف بعض التفاصيل في الاول كان رده رائع. رائع يا حسن. تفاصيل ايه يا فندم؟ سيادتك قلت كل التفاصيل. لا 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 انا لسه ما قلتش حاجه. ازاي بقى؟ سيادتك قلت البلد محتاجه لي. خلاص مفيش تفاصيل، ده شرف. مهما كانت التضحيات. تضحيات؟ يا فندم انا نفسي اقدم اي حاجه لبلدنا من غير ما احدد نوع الجبهه اللي حارب فيها ولا نوع التضحيه. نادر تلاقي شاب بالانتماء ده. اتربى صح يا حسن. رب على قد الراجل عظيم. اكيد يا فؤاد. طيب وامتى هيعرف التفاصيل؟ يعني انا بوصل له الموقف كده بالتدريج، ولما يخرج من المستشفى انا هشرح له كل حاجه. ايوه. طب وكليته؟ انت لسه واحد عين معيد؟ عاوز تضيع عليه الفرصه دي يا فؤاد ولا ايه؟ ما تخافش يا حسن، انا عامل حساب كل حاجه. طب وحياتك؟ وحياتك انا عمري ما فوت الواجب ابدا. وكان يعني في بينا حبتين زعل كده ندوس عليهم نبعثهم بالجزمه ما دام في ازمه. جزمة وأزمة. حلو. ماشيين على نفس القالب. حلو والله يا معلم موضوع قالب الجزمة دي، يعني لايقة عليك تمام. العموم أنا كنت جاي أعمل الواجب وبس. تشكر يا معلم. ما نجيلكش في حاجة وحشة. لا إن شاء الله دايما حاجة حلوة وحلوة قوي. اهدى 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 كده. ما شيل اللي في دماغك ده. انا خلاص موضوع السنيوره شلته من دماغي خالص. ربنا يهنيكم ببعض. ابن اصول برضه يا معلم.
أنا منظر على السريورة التانية. مين دي؟ المزمزيل عزة، أخت الأستاذ عمرو. عزة؟ اهدى اهدى وما تستعجلش كده، خد وقتك وفكر واعرض الأمر عليها وعلى السيد الوالد. ايه بقى الأمر اللي هيعرضه على الوالد يا معلم متولي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، الحمد لله على سلامة الأستاذ عمرو يا ست اللواء. يعني ما قلتليش ايه الأمر ده؟ الأستاذ عمرو هيشرح لك الموضوع كله. استأذن أنا دلوقتي عشان تقعدوا مع بعض وتاخدوا راحتكم في الكلام. أنا أعرف الواجب، أنا ابن أصول. يا سلام، أنت هتقولي. السلام عليكم. عمور، ألف خير، مع السلامة. عامل إيه؟ أهلا. إيه؟ مجيش تزورني ليه؟ الشغل بقى أنت عارف. الراجل ده كان عاوز إيه؟ مش هتصدق. ان شاء الله عنك ما صدقت. انا عملت كل اللي قلت لي عليه وقلبت الدنيا، ما لقيتش حاجه ابدا، لا في اوضه نومها ولا في اوضه النوم التانية. طب ما دورتيش كويس رشيد؟ خلاص يا يعقوب، المره الجايه يا حبيبي ابقى دور انت. عارفه يا حبيبتي، العقد اللي انت بتدوري عليه ده تمنه كام؟ 5000 جنيه. ياه. طب وهي استر المعفنه دي هيبقى عندها عقد ب5000 جنيه؟ امال يا حبيبتي انت كنت فاكره بكام؟ يعني 700-800 جنيه كده. لا يا حبيبتي، العقد تمنه 5000 جنيه بحاله. انا بقى مش مصدقاك. وهكدب عليك ليه يا حبيبتي؟ يا يعقوب، بصي يا راشيل، احنا نكدب على الناس، نخدعهم، نعمل اي حاجه علشان مصالحنا، انما نكدب على بعض نخدع بعض برضو لا. طب وهي استر الخرفانة دي هتجيب عقد ب5000 جنيه مني؟ ورثته عن امها هي اخوها زكي، ولما حب يسافر المغرب خبيته علشان ما ياخدوش معاه، قامت خناقة الرب السما وزعلة فضلت سنين وسنين. وتفتكر العقد ده لسه موجود عندها؟ اكيد حبيبتي. طب بس فين؟ ده انا قلبت الدنيا كلها ما لقيتلوش اي اثر. لازم تدوري رشيد، لازم تدوري حبيبتي كويس. ادور انا وتفضل تتفرج انت؟ هي عدتك ولا هتشتريها؟ تحب تلعب كده من بعيد وما تورطش نفسك ابدا. لا يا حبيبتي ابدا، مش هي دي الفكره. رشيل، انتي ما سالتيش نفسك انا ليه مهتم بموضوع العقد ده اليومين دول مع انه موجود عند ياسر بقاله فتره طويله؟ صحيح، ليه؟ لان ياسر قربت تودع، ولو ماتت المصريين هياخدوا العقد، وده حقنا احنا مش حقهم. عندك حق. في حاجه كمان مهمه قوي، فرصه مش لازم نفوتها. ايه هي؟ فاطمه بنت المعلم ماجد قاعده مع استر اليومين دول. فهمتك يا يعقوب، فهمتك.